بكل ضمير وشفافية. وقبل ما يطلع هذا التقرير على الهواء، ما في حرب من هذا البرنامج لا على العونية ولا ضد أي شخص بالتيار الوطني الحر ولا ضد 8 أدار. خليها تكون واضحة من الأول. أولاً لأنه ما في حرب أصلاً، في مساءلة، نحن بس دورنا نسأل، وجولاتنا ضد كل السياسيين الرافضين أنه يتعاونوا منعرف نربحها بالرواء، منعرف نربحها يمكن بالقانون، يمكن بالشفافية أمام الرأي العام. ثانياً لأنه المساءلة هي حق لكل لبناني عايش بهذا البلد، حقنا الأول يلي انتزع منا، والملفات رح تطلع معنا، رح تطلع تباعاً بحسب شو بيوصلنا وبحسب نحن شو عم نقدر نجيب، لأنه في كمان سلطة بأكملها عم بتواجهنا. الليلة بالمستندات يلي وصلتنا والخرائط والإفادات العقارية والحقائق والأرقام، منسأل وحقنا نسأل من هو جبران جرجي باسيل، ومنسأل حقنا المشروع من أين لك هذا، وعلى المعني الإجابة عن كل تساؤلاتنا. 28/10/2015 الساعة 6 المساء، وبعد يومين من إطلالة مجموعة أنونيموس عبر حكي جالس ووعدها ببداية عملياتها بلبنان، وصلتنا منشن على حساب تويتر من هالمجموعة بتقول فيها: سربنا 3 مستندات تحتوي على معلومات حساسة، ورح تتلقوا 3 رسائل خاصة بالمحتوى. بعدد من الدول قدرتوا تحصلوا على معلومات وفتوا على عدد من المواقع الحكومية وتكشفوا أمور معينة ما كان حدا قادر يعرفها، هل بلبنان هيدا الشيء ممكن يصير؟ سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل تسريب أي معلومات مرتبطة بالفساد. الرسائل اللي تلقيناها كانت عبارة عن 3 صور لمستندات رسمية بإيد رجال مصورة بقلب السيارة، تبين إن بطاقة معلومات عن الملكية العقارية لجبران جرجي باسيل تاريخ الولادة 21/6/1970، رقم السجل 475، معلومات بتتطابق مع بطاقة هوية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. أنا فوق المجد الساطع كاتب عش بينو لبنان، اسمك صوت الحق القاطع، نجمك لامع يا جبران. المستندات بتأكد على 38 عقار مسجلين بالدوائر العقارية باسم جبران باسيل، تتوزع بين البترون، سمار جبيل، كفر عبيدة وأرنيت شهوين. فمن هو جبران جرجي باسيل؟ ومن أين له هذه العقارات؟ بحسب الموقع الإلكتروني لجبران باسيل، جبران جرجي باسيل ولد بالبترون ب 21 حزيران 1970 بعيلة متوسطة الحال. تلقى دروسه بمدرسة القلبين الأقدسين كمان بالبترون. حاز على إجازة بالهندسة المدنية عام 1992، وتخرج مع ماجستير بالمواصلات عام 1993 من الجامعة الأمريكية ببيروت. بلش الشغل بالمشاريع الصغيرة قبل ما يبتسم له القدر ويتعرف على إحدى بنات الجنرال ميشيل عون ويتزوجها. ناشط بالتيار الوطني الحر من بدايته، تحمل فيه عدة مسؤوليات قبل ما يترشح عن البترون بالانتخابات النيابية للعام 2005. جبران باسيل يلي ترشح وخسر أمام أنطوان زهرة وبطرس حرب، ما كانت سنته خاسرة، فبعد 4 أشهر من عودة العماد ميشيل عون من المنفى بفرنسا، أي بتاريخ 28/9/2005، فرز جبران باسيل عقار كبير كان اشتريه بسمار جبيل بال2004، فرزوا ل 15 عقار تم تسجيلهم كلهم بنفس النهار بحسب الإفادات العقارية، وقيمتهم التقريبية اليوم بأقل تقدير وتخمين 1,110,000 دولار. فكيف قدر جبران باسيل يصير بموقع مالي قادر إنه يدفع حق هالعقارات، وشو كان مصدر دخله؟ نحن نسأل. وكيف بتتخمن الأراضي قبل ما نتابع جردتنا؟ اليوم تتخمن الأراضي حسب قربها أو بعدها عن الأوتوستراد، عن الطريق العام، إلى طريق ما إلى طريق، حسب انحدارها إذا مسطحة أو منحدرة، حسب إطلالتها إلى فيو ما إلى فيو، حسب معدل استثمارها وقديه بيتعمر فيها كم طابق، وحسب مساحتها. كل ما كبرت المساحات أكيد بقل سعر المتر. هي العقار كامل 2400 سهم. أنا هون عندي كل العقارات 2400 سهم، كل العقار. يعني هو هون المالك كل العقار، ما في معه شريك 100%. جبران اللي وحسب ما بيتابع سيرته الذاتية تولى مهام وزير الاتصالات بالحكومة اللبنانية من تموز 2008 لتشرين الثاني 2009، فشو أنجز؟ أغرق السوق اللبناني بعشرات ألاف الأرقام من دون ما تكون الشبكة الخلوية قادرة على استيعابها، وانتشر بوقتها ما عرف بحاشية باسيل، اللي انحكى إنه نسجلوا الخط المميز ب 500 دولار ليبيعوه ب 3000 دولار كحد أدنى،
بالإضافة لصفقات انحكى كمان أنه عقد معالي الوزير باسيل خلال تلزيمه مشاريع لشركة هواوي الصينية بالسنة نفسها اللي كان عم يرجع يحلم فيها بالنيابة، فترشح من جديد ليرجع يخسر مرة تانية قدام أطوان زهرة وبطرس حرب. بس مثل العادة سنته ما كانت خسرة، لأنه الوزير اللي رجع استلم وزارة الطاقة والمياه لدورتين متتاليتين من 2009 لل 2014 بلشت رحلة شريته للعقارات وبكترة. البترون مقسم لثلاث زونات، العقارات اللي بتطلع على البحر بتتراوح أسعارها بين 2000 دولار ل3000 دولار حسب موقعها، العقارات اللي طالعة على الأوتوستراد بدك تقولي من 1005 ل 2000 طريق الساحلية تبع البترون من 1000 ل 1250، تطلع على قلب الضيعة لفوق 700 500 ل 700. هلا كفر عبيدة أرخص من البترون بس تعتبر إنه على البحر لأنه كفر عبيدة يعني كمان غالية، كمان غالية لأنه بتطل تقريبا كلها على البحر بالألف دولار على الأوتوستراد من فوق، وعلى البحر تحت من 1005 ل 2000. سجل جبران جرجي باسيل رقم مخيف بشراء العقارات بسنة 2009 وحدة. قدر يشتري 8 عقارات بالبترون موزعة بين وادي البلاط، دين الرمل، القسوم والواجهات البحرية وبكفر عبيدة كمان. هالعقارات بتتراوح قيمتها التقديرية اليوم وبأقل تقدير وتخمين بين 14 و15 مليون دولار. كيف قدر الوزير باسيل يشتريها كلها بسنة وحدة بس؟ نحنا ما عم نتهم، نحن عم نسأل. حضرته وعد اللبنانيين ب 24 ساعة كهرباء سنة 2015، عم بيطالب مين هلا؟ لازم يطالب حاله وهو مسؤول الأول عن كارثة الكهرباء. يا إما هذا منتهى الغباء أو أنه منتهى الفساد، إنه بمرق لك إياها شو بيطلع لي. وقتها تأملنا من فترة إنه لبنان أون 24، هيك؟ حرام المسؤولين راحوا صرفوا لشركة الإعلان ميزانيات وشغلوا شركة الإعلان بالأفكار والإبداعات لتطلع لنا هالدعاية الحلوة، وانبسطنا وأخذنا أمل وقلنا مننطر 2015. قالوا لنا لبنان إنما هي مش هيك، مش 2015. تحملنا وقلنا مننطر، ما زال لبنان أون ب 2015، ليش لا مننطر؟ نطرنا كتير. شو طلعت؟ الوزير باسيل يلي مثل ما خزلته الكهرباء لما كان عم يستعرض خطته للبنان 24 على 24 اون بال 2015، خزل اللبنانيين بوعود ما وفر مناسبة إلا وما أكد عليها. بال 2015 ل 24 على 24 ومنقول مبروك للبنانية وإن شاء الله أيامهم من هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة وبيطلعوا على الضوء. مثل ما بقيوا اللبنانيين بالعتمة بقيت هالإفادات العقارية معتم عليها لليوم. فشو رجع اشترى معالي؟ بسنة 2010 وحدة اشترى جبران جرجي باسيل عقارين بالبترون، اتنيناتهم تصنيفهم أثري بحسب الإفادات العقارية ومواقعهم صالحة للاستثمار البحري وبتتقدر قيمتهم بأربع ملايين وخمسمائة ألف دولار. كيف؟ نحنا بعدنا عم نسأل. تابع جبران باسيل شراية العقارات بحسب نفي الملكية اللي سربته مجموعة أنونيموس ليرجع يتملك عقار بال2014 ويبيع عقار تاني بال2015 تتقدر قيمتهم بأقل تقدير حوالي المليون ومية وخمسين ألف دولار. نو إذا هيك بدكم القصة؟ أوكي، لبنان باسيل وزير والمش عايز بدي لازم الحائط، وإذا الحيطان مش مكفينا في حائط الصين الكبير لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة وليلو شيء عليه تفضل هلأ. في الملكية اللي بين إيدينا يظهر العقارات لحد 30/4/2015 بحسب بطاقة المعلومات وما بيورد فيها أي حركة بالعقارات اللي بعدها. بينما في الملكية اللي معي أنا هون معلومات محولة لغاية 30/4/2015، شو بيعني إذا فيك تفسر لي؟ أوكي، هو هون قايلين لأنه هون أخدينه ب2/5 يعني كل شيء بشهر 5 ما بينزل هون لأنه هن بيعملوا أبديت كل آخر شهر. يعني من بعد 30/4/2015 يمكن في عقارات جديدة زادت مش موجودة هون. إذا تنسينا ما يحكى عن ثروة المليار دولار والطائرة الخاصة وبيوت بأوروبا وممتلكات بأسامي أفراد عائلته باعتبارها إشاعات مغرضة وأخذنا غيض من هالفيض وحسبنا قيمة هالعقارات وحدة، تطلع قيمتها التقديرية اليوم وبأقل تخمين حوالي 22 مليون دولار بأقل من 10 سنين.
وإذا كمان بعملية بسيطة جمعنا أتعاب الوزير باسيل عن عمل الوزارة على مدى 8 سنين، يعني 12,973,000 ليرة شهرياً، أي ما يعادل 155,244,000 ليرة سنوياً. بتطلع أتعاب الوزير باسيل حوالي 1,250,000 دولار. فكيف قدر يشتري عقارات قيمتها 22 مليون دولار؟ وهل عنده مصادر دخل تانية؟ نحنا ما عم نتهم، نحنا عم نسأل. والأهم، هل بحق للبنانيين إنهم يسألوا يدعوا ليثبتوا الفساد من عدمه، أو إنه القوانين اللي تعدلت سحبت الشرعية من الشعب وعملته لا صفة لديه؟ هيدا التقرير اللي مرق هلا على الهواء برسم استاذ جبران باسيل، المعني الاول لازم هو يكون عنده رد على التساؤلات عن مصدر الاموال اللي انشرت فيها هالعقارات اللي وصلتنا. منبلش المساءله بهودول يلي قطعوا بالتقرير طالما هن ثابتين وطالما هن واضحين بالمستندات. يلي شفناه هون قيمتهم التقديريه يمكن تكون زايده شوي، يمكن تكون ناقصه شوي، لانه مثل ما بتعرفوا المخمنين اللي بخمنوا الاراضي كل حدا في عنده سعر بيفرق عن الثاني. عم نحكي عن سعر الاراضي اليوم بال2015، نحن جربنا ناخذ اوطى قيمه تقديريه للمتر وعملنا حسابات بسيطه على هذا الاساس، ونحن ما عم نتهم بشيء، خليها تكون واضحه، نحن عم نستعرض ارقام ونحن عم نسال، اذا في غلط خليه يتصلح لنا، واذا ما في غلط خلينا ناخذ الجواب. هيدا شغلنا عم نعمله، رح نعمله للاخر مع الجميع ومع الكل بلبنان. برجع بعيده جايين محضرين اسئلتنا ومش عم نحكي بالهوى. بتجاوبنا معالي الوزير ولا لا؟ هيدا الجواب للبنانيين وللمشاهدين مش لنا. بالتظاهرات عم بتنادوا بالاصلاح، اليوم انت رئيس تيار واليوم دورك السياسي هو مهم جدا، الناس بدها تعرف ورا مين عم تمشي، ما عدا قسم كبير اكيد هلا بيكون عم بيهاجمنا وعم بيسبنا على هذا التقرير، عندهم اياك بالدنيا، قد تكون من الصالحين بلبنان. جاوبنا عن اسئلتنا لانه كلهم يعني كلهم، وعقارات مين رح نكشف تباعا بالحلقات اللي جايه. خليكم عم تتابعوا هذا البرنامج لانه مثل ما قلنا المساءله رح تستمر مع الجميع. في عدد من التويتس، في تويت لفتتني لإلي نعيم بيقول شو قال الرئيس سنيورا لما سالتوه عن رفع السريه المصرفيه عن حساباته؟ والله الرئيس سنيورا ما عم نقدر نحضى فيه، وعم بيقولوا لنا مدراء ما كتبوا انه على طول عم بضل مسافر، فما بعرف امتى رح يرد علينا، بس رح نحاول نضل مستمرين بالاتصال فيه. ناصر بيقول تذكر يا جو انه في شيء اسمه مدير سكه الحديد عم يقبض مصاري وعم يقبض معاش وتعويض، والجيش كان على لحظه صار بلا معاش. ليش؟ ليش؟ لأنه في فساد بالدولة ولأنه ما في عدل بهذه الدولة، وموظفين سكك الحديد بحسب معلوماتنا عم يعملوا شغل بس مش بسكك الحديد، عم يعملوا شغل بمحل تاني، ولكن هيدا ما بيعني أنه نوصل لمحل تتجرأ الدولة ما تدفع للعسكريين. هلا عم يشتغلوا بسكك الحديد والنقل المشترك، ولكن مثل ما قلت قضية الجيش هي أولوية أمام كل هذه القضايا.